السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة. بهذا الفيديو حبيت أشارككم بعض الأفكار، مثل ما تعودنا كل يوم جمعة لازم نحكي عن شي قصة عن تجاربي وشي صار بحياتي، لكن بالأسبوع الماضي صار شي شوي متغير خلاني أغير الخطة وأحكي لكم شي اليوم جديد، يعني مدخل هذا يعني ما كان ضمن الخطة أنا رسمها. فخلال الأسبوع الماضي كنت عم بقرأ كتاب لـ40 لأحمد الشقيري، الكتاب جدا جميل وجدا ممتع، أنصحكم بقراءته، رح تلاقوه بصندوق الوصف وموجود رابط تحميله، أو إذا تحبوا تروحوا تشتروه أنتوا أونلاين، أو إذا تحبوا شلون بدكم تشتروه اشتروه، وإذا بدكم تسمعوا ما عندكم وقت تقروا أو ما عندكم مزاج أو لغتكم عربية ممكن تقولوا إنه أنا ضعيف وكذا، في صفحة حقيقة أنا منزلتها عم تقرأ الكتاب كاملة، ممكن أنا كمان أحط لكم إياه تحت بصندوق الوصف وممكن تروحوا وتسمعوا البنت. طبعا كانت قراءته بشكل صحيح جدا وصوتها جدا جميل، إنه لا يخليك تنعس ولا يخليك تتعب ولا يخليك يسوي لك إرهاق، ممكن إنك تبرك تسمعه بريلاكس كل يوم نص ساعة ساعة تسمع هالكلام الفيديو، ممكن إنك تستوعب منه إيش بتحكي البنت، يعني تاخذ ملخص الكتاب ايش كان عم يقصد فيه. والكتاب جدا جميل، انصحكم بانكم تسمعوا او تقراوا حد الادنى. خلال قراءتي للكتاب استنتجت كثير شغلات وتغيرت مع افكاري كثير اشياء، وكنت في خلال فتره طبعا قبل قراءه الكتاب كنت حاسس بحاله من الملل والتعب، وخلال اي تعرفوا انتم هي الفتره اللي مارين فيها نحن، وما قبل انا كان في عندي شويه مشاكل، فبجد كنت مارر بشويه حاله من الاكتئاب او الكونيا بشكل مختصر. فبعد ما قرأت الكتاب غير لي كتير شغلات من أفكاري وخلاني مثل ما يقول أنا الجزء اللي نايم في دماغي خلاه يفيق يقول له اصحى اصحى خلص قوم لا تضل نايم. وفعلا أنا من الأسبوع الماضي أنا بلشت خطة جديدة وغيرت كل شيء، كتير خطة غيرتها في حياتي وكتير شغلة غيرتها بما يتماشى مع الأفكار الجديدة اللي طلعت. هي مو الأفكار الجديدة طلعت صراحة، هي مية جديدة أبدا، هي عندي هذه من قديم بس ولكن خلتني أتنشط لأقوم. طبعا هون في ممكن يخطر في بالك سؤال واحد، هل من ممكن أن القراءة تكون غذاء للروح؟ أنا مثل ما شفت شلون تغذت روحي بقراءة كتاب واحد بس. طبعا بصراحة نعم، هي القراءة غذاء للروح. راح أحكي لكم شنو، راح اعطيكم مثال بسيط اول شيء وبعدين هدخل لكم بتفاصيل اكثر خلال القصه اللي صارت معي. قراءه من الكتب اللي قراتها انا كثير يعني خلال فتره سوريا، ما كانت سوريا خلال فتره الثوره التسع اشهر حكيت لكم عنها بالفيديو الماضي. خلال الفتره هي انا قرات كثير كتب. من الكتب اللي كنت اقراها في احد الشيوخ كان عم بيسال واحد طالب، عم بيسال واحد الشيوخ هل فعلا انه القراءه هي غذاء الروح من هالتفاصيل هاي؟ فقال له نعم هي غذاء الروح. قال له طيب شلون يعني انا وقت عم باخذ الكتاب بقرا بعد فتره عم بنسى ليش، يعني ما بيضل موجود في دماغي. قال له طيب مش على تمره؟ قال له تفضل كل التمره. اكل التمره الشاب بعد ما خلص. قال له تمام مش حسيت؟ قال له لا شيء. قال له هل انت رح تقدر تطلع التمره مثل ما هي او تخرج مثل ما هي؟ قال له لا. قال له ليش؟ قال له هي تحولت لانصاب ولا انسجه ولا شغلات وخلايا وكثير اشياء توزعت في جسمك، هتساعدك في بنيه جسمك، وهي القراءه هي بتساعد في بناء افكارك، في بناء واقعك، في بناء مخيلتك، لانك تغير قيمتك كانسان، تغير ادراكك للمجتمع، تغير ادراكك لكل شيء. المهم القراءه فوائدها جدا كثيره، ما راح احكي لكم اياها هلا، ممكن انتم بالمستقبل راح تستنتجوها من خلال الفيديوهات اللي انا راح احكي لكم عليها، لانه انا بجد خلال الثوره في سوريا كنت مره مثل هذا الوقت اللي احنا مارين فيه، كان في فتره جدا ركود، ما في اي شيء، ما في شيء نعمله خالص، طول اليوم بالبيت محبوسين تقريبا مثل هلا تماما، بس ولكن في هون عندك شويه افضليه كنت انا معني يعني، بس المهم تعتبر حالك نفس الشيء تماما. فكانت عندي موسوعه موجوده تقريبا من فتره، موسوعه علميه جدا كبيره 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 كثير، يعني ما اتخيل شو عدد الكتب فيها وشو فيها. طبعا انا لما بركت فقلت خليني اتسلى وبلش اقراها شوي واتصفحها يعني بالبدايه، وفعلا بلشت اقرا. طبعا بالبدايه ستضيع ساعه ساعتين بالقراءه وبعدين انسى امل، بعدين اروح ارجع بعد 3-4 ساعات، بعدين بشوف كتاب ببلش حتى في احد الكتب بتذكر بدات في قراءته على اساس كانت بس 5 دقائق بس اقرا اول 20 صفحه منه افهم ايش افكار الكتاب، ايش الكاتب، طريقه كتابته، طريقه نقله الحوار، طريقه حديثه، شلون راح يكتب، راح يعجبني ولا ما راح يعجبني. تخيلوا من اول 20 صفحه نطيت لل 176 صفحه لحد الان اتذكر القصه اللي انا قراتها، كانت القصة جدا خرافية. أنا من 20 صفحة أساس كنت ناوي أقرأ يعني تقريبا 20 دقيقة ل 176 صفحة، تخيلوا هالمسافة اللي أنا قطعتها. وفي أحد الأيام كمان أحد القصص أنا بتذكرها، كنت بسوريا فقت من النوم فتحت هاي المكتبة اللي كانت عندي وبلشت أقرأ. تخيلوا دخلت الغرفة بتذكر كان وقتها يمكن الدنيا ظهر هيك شي تقريبا، طلعت بعد أذان العشاء، وحتى ما طلعت إنه أنا من التعب أو من الجوع أو من شيء معين، لا أنا طلعت لأنه في حدا أجى علي بده يهاني خلاني أطلع، ولا أنا ما كنت حطلع يعني، ممكن أستغرق كمان 3 ساعات أسحب معي. تخيلوا معي في هذيك الأيام، يعني طبعا أنا بحكي لكم هون بأيام الصيف وليس بأيام الشتاء طول الليل عصير، لا
كانت هذيك الايام الليل طويل تقريبا، يعني تقريبا تقول 8 9 شي 10 ساعات 12 ساعه طولت فيها، ماني متذكر بالضبط كم ساعه، بس ولكن استغرقت وقت جدا طويل بالقراءه لاني كنت استمتع جدا بالقراءه. طبعا هون راح اوصلكم لموضوع جدا مهم. انا خلال قراءتي بالبدايه وصلت لمرحله صرت اعرف كيف اقرا، كيف استمتع بالقراءه، كيف انجز وافهم وخلي دماغي يعني تكون القراءة هي مو بس مجرد قراءة. يعني مثلا انت تروح على لاعب ممكن تيجي تقول ان انا والله بدي اروح ارقد 40 كيلومتر، مصيبة مصيبة اني اخذ ارقد 40 كيلومتر، انا اذا اروح فيها بالسيارة وارجع بحسب حسابها مو لحتى اروح ارقد وارجع ارقد. ليش هو قدر يروح ال 40 كيلومتر ويرجع 40 كيلومتر؟ لان هو متدرب وبيعرف شو قيمة الوقت وبيعرف شو قيمة الطريق وبيعرف شلون يتدرب وعارفين حاله شلون، يعني هذا الشيء متدرب عليه، فما راح تلاقيه جدا صعب عليه لانه يكون هو عامل 40 كيلومتر اللي انت راح تسويه راح يسويها بيوم واحد يروح ويرجع، يكون هو عاملها شيء 300 مره رايح جاي، فيعني اذا مره عملها وين المشكله؟ ما راح تكون عنده مشكله. المهم راح ندخل بصلب الموضوع وندخل خلال القصه اللي كنت انا بحكي لكم عليها. طبعا القصه اللي انا احكي لكم عليها هي صارت معي انا بال 2018 اذكر، كنت بارك عم بتصفح الفيسبوك في نهاية 2018، كان تعرف انت كل واحد بيكتب وضع عن 2018 وش عمل وكذا، فكان احد الاصدقاء هو بيدرس طب كان كاتب انه انا ودعت 2018 وبعد ما السنة 2018 كان خططي بهي السنة كنت اني اقرأ 48 كتاب. الحمد لله قدرت انجز الهدف وصلت ل 52 كتاب، وبعدين بلش يقرا الكتب اللي هو يعني صار يكتب الاسماء الكتب اللي هو قارئ، وكان حاطط براسه بسنه 2019 نهايه 2000 يعني نهايه 2019 انه بيكتب بنهايه البوست انه ان شاء الله نشوفكم بنهايه 2019 اكتب لكم كم كتاب قرات، والخطه هي نوصل ل 70 كتاب تقريبا اللي راح اقرا ان شاء الله. فممكن انت فورا اي واحد يخطر بباله 70 كتاب، فانت معدل تقريبا عندك 70 كتاب لازم، طبعا انت راح تقول فورا 360 يوم تقسيم 70 كتاب، فعندك تقريبا انت كل 5 ايام لازم يخلص كتاب. اذا معدل وصلت انه الكتاب 200 صفحه، طبعا انا بحكيكم انه في ناس لاني صارت تفكر انه هو اصدقائه اطباء فورا حسبوا هاي المعادله بشكل سريع، ففورا اشعر له قالوا فعلا هو عنده معدل وسط راح يقرا كل يوم كل 5 ايام راح يقرا كتاب، تمام؟ اي معدل يعني عنده بانه الكتاب راح يجي 200 صفحه، طبعا هي المعدل وسط 200 صفحه يجي صفحه الكتب تجي تقريبا اغلبها تجي 200 صفحه، بالصفحه بتجي فيها 500 كلمه تقريبا انا هيك اتذكر او 40 سطر، مو 500 كلمه بهالحدود هي، لان هن كانوا كاتبين بالتعليقات ورفضوا كانوا عم يتناقشوا، فانا سحبت هالمعلومات هاي الحكي. فهو كان عم يتحكوا وياه وعم بيقول له انه انت عندك هدفك لازم تقرا انت بشكل يومي، طيب تقريبا ما يعادل 40 صفحه حتى توصل للهدف اللي انت حطه 70 صفحه خلال سنه. قال لهم اتس اوكي ايش 40 صفحه، انتم بتعرفوا نحن طب و40 صفحه ولا شيء، وطبعا في معلومات اضافيه راح اقول لكم اياها بنهايه الفيديو احكي لكم عليها هذه الاشياء. وطبعا هن متمرسين بالقراءه السريعه، فطبعا القراءة السريعة تعتبر هذا الرقم ما يعتبر رقم ضخم، بس ولكن انك تضيع كل يوم تقريبا ما يعادل 40 صفحة تقريبا، اذا نحن قلنا معدل وسط كل شخص انسان عاد راح ياكل دقيقتين ونص لقراءة الصفحة، فتقريبا عنده تقريبا بدك تقول شيء ساعتين رايحات من وقته حتى كل يوم يقرا فيها من عدا اي فاصل من عدا اي شيء. فانت عندك تقريبا ساعتين يوميا بس قراءة على مدار سنة، يعتبر رقم ضخم جدا. طبعا بالنسبة لانه عنده قراءة سريعة وفي عنده شغلات شروط زيادة فممكن يقدروا يلعبوا بهالرقم هذا بيلعبوا بكتير اشياء. فهون كان تشالنج كاتبينه مع اصدقائه انه انت بدل ما تقرا كل 5 ايام كتاب، شو رايك تقرا كل 4 ايام كتاب وباليوم الخامس بتلخص لنا اياه وبتنزل لنا بوست على الانترنت على فيسبوك وتشاركنا ايش قريت بالكتاب وتحكي لنا شو قريت، ونحن وقت نشوف البوست ونشوف الملخص تبعك ناخذ افكار عنه وممكن نحن نقرا ونحن بنفس الشيء نفس الوقت نعمل نفس الشيء ونشارك هذا الحكي. واذا انت عجبك الكتاب نحن قرانا من خلال الترخيص ممكن تجي تقراه وتلخصه كمان مره ثانيه حسب ارادتك اللي بدك اياها. وبنفس الوقت هذا الشيء بيفيد الناس اللي جايين بدهم يقروا الكتب احسن ما يروحوا يدوروا على الملخصات بمواقع ما عارف عن شيء. هاي في ناس كاتبه الملخصات ممكن تاخذوها بكل يعني اريحيه وايزي يعني. قالوا نعم والله فكره حلوه جدا، وبنفس الوقت قالوا نحن من قوي املاءتنا باللغات اللي احنا عم نقرا فيها الكتب، لانه في هنا بيقروا كانوا بيقروا الكتب بالانجليزي والتركي والعربي بثلاث لغات يعني حسب المراجع ايش تجيهم ايش بطلب منهم بيروحوا بيهم. طبعا هلا انت يا صديقي اللي عم تسمع الفيديو حاليا بهي اللحظه انت لما سمعت هذا الرقم وهذا الشيء قلت هذول اطباء، نحن ايش درسنا الاطباء؟ هذول اطباء هذول طولنا 40 دحول ايش بدنا فيهم؟ طبعا انا وقت كنت عم بقرا هاي الارقام انا ماني مستغرب منها، امر عادي جدا، وانا ماني طبيب على فكره ولا انه فكرت يوم من الايام اني اكون طبيب او اني ادرس طب،
لاني ماني هوس بالطب ابدا، اساسا عندي فوبيا من الدم وهالقصص هي والجروح خصوصا بعد صارت لازمه. بس ولكن هذا الحكي مو مستحيل، ممكن اي انسان يقرا، وانا فعلا صراحه انا كنت اقرا اكثر منهم بكثير كتب يعني خلال الفتره بسوريا، وبالعكس يعني انه ممكن يوصل هذا الهدف فكريه حيه، واذا حط عليه بشكل جدي واعطاه وقت بشكل جدي ممكن يوصله بكل بسهوله جدا كبيره. ممكن انت تسال شلون هالحكي هذا، راح احكي لك بعد الفاصل. طبعا احنا هلا بنرجع بالوقت لورا لسنة 2012-2013 لما كنت عم بحكي لكم انه كنت انا في سوريا بهالفترة هاي. طبعا انا الفترة هاي لما بلشت اقرأ الكتب وكان عندي وقت جدا فاضي مثل اللي احنا عايشينه، ما عنا شغلة ولا عملة، بارك انتو اليوم بالبيت عم نقلب بين تيك توك فيسبوك انستغرام تويتر، في هون وما نخل الموقع الحمد لله فاتين عليه وشايفين كل المشاهير وحتى اللي مو المشاهير واللي عم حاولوا يشهروا واللي عم حاولوا يطولوا شيء وعم طلعوا بالهم كل اشي شفتوه. بس بدا وقت ما كان عندي هذا الاشي كله صراحة، كان ما عندي غير كمبيوتر، وكان وقت الانترنت بسابق قيام الثورة ما كان في انترنت اساسا، واذا كان في انترنت بيطالع الروح. المهم بس كان وقتها كنت انا محمل عندي مجموعة ضخمة من الكتب، وقتها حصلتها من احد اصدقائي ما بعرف شلون حصلت عليها. المهم عندي مجموعة ضخمة اسمها الموسوعة المعرفة، فدخلت عليها وبلشت ابحر فيها. لما بلشت ابحر فيها فانا هون كنت اعاني كثير مشكلة جدا كبيرة من القراءة، القراءة اللي هي اللي كل الناس تعاني منها، اللي هي انه انا عم بقرأ الصفحة بعد ما بقرأها ما بحس حالي انه فهمتها، وبعد ما اخلص الكتاب بحس حالي انه ما استوعب، يعني مو بعد ما اخلص الكتاب، بعد ما اخلص صفحة وصفحتين بحس انه ما استوعب، بدي ارجع عيدها حتى افهمها واركز فيها. فوالله انا هون وانا خلال عم بقرأ فوجدت في واحد شخص عم بيقرأ بيحكي انه انت ممكن تقرأ اليوم بس ما تفهم شو مكتوب بالقراءة، لاني ما ممكن تفهم قيمة الوقت حتى لما تفقده، ما تفهم قيمة المصاري إلا ما تكون عندك مصاري، ما تفهم قيمة الأمان إلا ما تكون فاقد الأمان. فبما أنك أنت عندك هذا الإشي فما رح تقدر تقدر قيمته. وهون كان الجواب الصح، فلما أنا كنت عم بقرأ الكتب ما عم بفهم عليها لأني ماني مقدر قيمتها وماني معطيها أهمية جدا كبيرة. بس لما أنت تقرأ حتى لو ما فهمت، بس أنك عم تقرأ بتركيز، طبعا مو والله عم تقرأ الكلمة هيك ماسك هيك عم تقرأ إيه خلاص إيه تمام زين زين حاجة زين حاجة خلينا نظبط هالحكي. او مثلا كنت عم تسمع كتاب او عم تسمع كتب عم تنقرأ وانت عم تسمع بارك عم تحكي مع صديق على التليفون او بارك عم تلعب مثلا مع شباب تانيين، الحكي مرفوض قطعيا. انا عم بحكي انك تقرأ وتركز بالقراءة. طبعا هون احد الاشخاص عم يحكي هذا الحكي، فلما انا هون سمعته فانه لازم انا نضل مستمر بالقراءة حتى لو انا ما فهمت، فامر عادي انه ما افهم او ما استوعب، لان لازم اخلص الكتاب كله اخذه مخي. يعني حتى احنا ما كنت ادرس البكالوريا انا اذكر ممكن انا عدت المنهج مرتين وثلاثه حتى قدرت افهم ايش مضمون كتاب الفلسفه، حتى فهمت ايش نظريته لفرويد، فهمت النظريات الموجوده العظيمه اللي هي تجي 60 صفحه وهي مكتوبه حتى تفهمتها وعرفت تفاصيلها. المهم بعد ما عرفت هذا الاشي انا حطيت هون هدف في راسي تاني انه انا لازم ازيد سرعتي بالقراءه، لانه انا لما عم بقرا عم بحس بملل وخمول جدا كبير، وكلكم اكيد حاسين بهذا الاشي لانه ما عم بعتبره هو نشاط ذهني، عم بعتبره هو عباره عن تضييع وقت، كل ما عندي شيء لازم اضيع وقتي. فبلشت كمشت هالدفتر وفي كتاب قارئ مره اسمه تعلم كيف تقرا بسرعه، فتحته وبلشت اقرا فيه. طبعا هلا رح اعطيكم هلا تمارين وشغلات، طبعا هذا كله تمهيد كان بالبدايه حتى ادخلكم في صلب هذا الموضوع، هو اللي انه شلون تقراوا بسرعه، لان ممكن اي حدا ممكن يسمع الفكره من هلا ورايح بيقول هذا الكلام غير منطقي ومستحيل بيكون، بس كونوا على ثقه تماما، وانا شخص متدرب على هذا الشيء واثق انكم راح تنجحوا اذا عملتوا بالخطه مثل ما راح احكي لكم عليه. هذا ملخص كتاب 200 صفحه راح اعطيكم اياه بعشر دقائق او خمس دقائق ان شاء الله. بدايه الكتاب مش عم بيقول لك نحن راح نفرض الصفحه راح تكون مؤلفه من 500 كلمه تقريبا، يعني تقريبا 40 سطر. انت اول شيء رح تتعلم قراءة، حتى تتعلم القراءة اول شيء رح اجيب لكم كتاب، رح اعطيكم مثال عن هذا الكتاب، فانت رح تمسكه هيك بالعكس مثل ما انا ماسكه، او عندك اي كتاب مو بس باللغة بالضرورة مثل انا كتاب تركي، ممكن اي كتاب عندك تمسكه تفتحه بلش تقرا فيه. بالبداية حتبلش تقرا انت من هون طبعا من بداية الصفر وتقرا، هلا مثل ما انت شلون انت بتمسك هيك وتقرا عادي، بس تمسكه بالعكس تقرا.
هلا بأول صفحة رح تلاقي شوية صعوبة، بس ولكن بعد 4 أو 5 صفحات أو 10 صفحات أتوقع رح تصير تقرأ عادي، يعني أمل عادي كأنك مثل ما أنك عم تقرأ هيك، ما رح تلحق بفرق جدا كبير. وهون كان أول تدريب ونجحت فيه، إذا فعلا قدرت تعمل مثل ما عم بحكي لك بشكل حرفي، أنك تمسك الكتاب وتقرأ بشكل عكسي. ليش؟ لأنه أنا إذا قدرت تعمل هذا الأشي كونك واثق الخطوات رح تعملها الثانية مستقبلا رح تكون جدا مجدي فيها، ورح تقدر تقرأ صفحة كاملة خلال دقيقة، اللي هي مستحيل إذا كنت جيت حسبتها. قلت أنه لو أضل بس حرك عيوني على السطور وأقرأ الحروف بلحظة فخورا بس هيك مرة عيني على السطور بسرعة 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 رح استغرق أكثر من دقيقة. كيف أنت عم تحكي دقيقة؟ رح أحكي لك. بداية نحن نمسك الكتاب العكس ونبلش نقرأ. لما قرأنا نحن أول 4 5 صفحات 10 صفحات رح لاقي دماغنا فهم انه الكلمات هيك عم تقرأ وهي الكلمات اللي عم تنقرأ بهذا الاسلوب صحيحة، ورح نقدر ندخلها نحن ونعالجها يعالجها المخ ويسجلها عنده. هون دخل اول وظيفة قدرت اقطعها. هون نبلش نحن ندخل بالهدف الثاني اللي هو الهدف انه نحن نقرأ بطريقة ثانية. طبعا هون نحن وقت قرأنا بهي الطريقة فهمنا شيء مهم جدا، انه نحن عقلنا البشري ممكن تدربه وتعلمه على اي شيء انت بدك اياه. يعني انت لما تدربه رح تقرا الكتاب بالعكس رح يقدر يقرا بالعكس، لما تدربه انه يقرا بشكل سريع رح يتدرب على انه يقرا بشكل سريع. هون الفكره بشكل موجز، يعني انك ما توفي كثير من وقتك وانت مخك تعرف انه هذا رح يسجل، مو المخ المهم انه افكارك هي اللي عم بتعيد الحروف وراك وهي اللي تفهم. فهمت علي؟ المهم انه دماغك عم توصله الكلمه مثل ما انت قراته بالعكس. بلش هون ندخل بالتحدي الاصعب واللي هو المطلوب منك انه تقرا صفحه خلال دقيقه. طبعا بالبدايه انت حتى تيجي تسوي هذا الاشي رح تلاقي حالك تتنازع. طبعا احنا حاطين كان بالكتاب حاطين شويه تدريب انت لازم تعملها. اول اشي لما انت تقرا كتاب لازم تخلي الكتاب بمسافه بينك وبين عيونك بحيث انك ما تحرك راسك ولا تحرك شفايفك ولا تحرك اي جسم من جسمك. كلمه هنالك بعد شوي المايك كلمة هنالك تمسك هيك الكتاب بحيث انك انت لما تقرأ بتحرك بس عيونك، ما بتحرك لا شفايفك لا رقبتك لا راسك، لانه بس صرت تحركه رح تحس في وجع او رح يضيع وقت في عملية الاوامر الحركة بين العقل والعضلات حتى تتحرك، فرح يصير ضياع في الوقت. فانت لازم تحرص على انك ما تضيع وقتك بالتحريك راسك، انت لازم تثبت راسك هيك وتحرك كلمة هناك وتحرك عيونك بشكل سريع جدا على الكلمات. هاي خلصنا من اول تحدي. طبعا انتوا هون بعد ما خلصنا مثل ما علمنا كنت تقروا بالعكس وين تمسكوا الكتاب هيك وصيروا تدربوا نفسكم انكم تقروا بشكل ثابت. ندخل للتدريب الثالث. التدريب الثالث اللي هو يكون رح يكون اصعب تدريب صراحة، اللي هي تحط الوقت وتبلش تحاول انك تقرا الصفحة خلال دقيقة او تخفضها لقدر قدر ممكن، انه شو وصلت انت عليها تحاول انك تنزل الليمت هذا. بلش تعمل هذا الاساس. رح نفرض كمان انت عملت هذا التحدي وعملت هذا الاشي وخلص وصلنا للمرحله اللي بعدها. المرحله اللي بعدها واللي هي راح تيجي شغل العيون. طبعا انت وقت بتقرا ما بتقرا بشفايفك، تقرا انت بعيونك. تمام، يعني انت لما بتيجي هيك خليت هاي المسافه هيك نفرض هيك بلش تقرا لاحظتوا شلون انه انا بس عم بحرك عيوني على الكتاب، انا ما عم بحرك شفايفي ولا لساني ولا اي شيء من اعضاء جسمي، انا كله ثابت ومضيع ضغطي كلياتها على عيون الدماغ يقدر يركز بالكلمات. هون بيجي التحدي الثاني، هو اكيد انتوا راح تقدروا توصلوا للدقيقه اللي كنت تقروا صفحه حتى لو عملتوا هذا الحكي كلياته لاني واثق من هذا الحكي. راح تجي المرحله اللي بعدها اللي هي تقرا سطرين سوا. كيف راح تقرا سطرين؟ طبعا هو هون راح تلاقي جدا صعوبه انك تقرا سطرين. راح اعطيكم مثال بسيط جدا عن هاي طريقه قراءه السطرين بكل سهوله. راح اعطيكم مثال جدا بسيط. سامر نقطه مثلث مربع دائره ومشخطه شخطه مسلاش كذا، المهم ذهب نقطه 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 مربع دائره مثلث الى نقطه 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 مربع دائره مثلث الى المدرسه. تمام، فايش استخلصتوا من هالجمله هاي؟ سامر ذهب الى المدرسه. شلون قدرتوا تفهموا سامر ذهب الى المدرسه؟ لان دماغكم قام بإعادة ترتيب الجملة اللي أنا حكيت لكم إياها ورد كتب كلمة سامر ذهب إلى المدرسة وبس وحذف البقيات. هون بيجي وظيفة العقل حتى يرتب الجمل لما أنت تقرأ بسطرين بشكل متوازي. طبعا شو رح تقرأها؟ رح تبلش التدريب، هتكون هذا أصعب تدريب أنت من خلال التدريبات اللي حكيت لك عليها كلياتها، إنك تقرأ سطرين سوا. سطرين كيف رح يكون قراءتهم؟ رح أفرجيكم شلون. نحن وقت نمسك الكتاب ونبلش نقرأ انت لازم تكون عينك اليمين على السطر الاول وعينك اليسار على السطر الثاني. طبعا بالاول رح تلاقي شوي صعوبه بس ولكن رح تلاقي حلقه جدا جدا، يعني مع الوقت رح تلاقيها جدا سهله.
وتبلش تحرك عيونك، او بس تكون اياها اذا ما قدرتوا تعملوا هذا الشيء شوي لقيتوا صعب، راح تستغلوا شوي وقت لبين ما تدربوا على هذا الشيء. ممكن تبلش تقرأ بشكل زقزاق، انك تقرا كلمه من فوق كلمه من تحت، كلمه من فوق كلمه من تحت، يعني تقرا كلمتين كلمتين كلمتين، ما تقرا كلمه 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 كلمه، فهمت شلون؟ يعني هو انت لما انت لما توصل هيك وترد ترجع راسك لاول سطر وترد تجي، فانت لما بتروح لنهايه السطر بتستغرق ثانيه، لنهايه السطر لترد ترجع لاول وعضيع نص ثانيه، تمام؟ فانت اذا بدك تقرا سطرين سطر سطر، فانت اول سطر رح تطوع لي ثانية ورجع نص وبعدين ثانية ورجع نص، عندك 3 ثواني. اما اذا قرأت سطرين ثانية ورجعت بنص ثانية فصار عندك ثانية ونص، فانت هون وفرت ثانية ونص. طبعا انتوا عم بحكوا بثانية ونص بس بعدين انتوا على الكتب اللي عم تقروها 200 صفحة 300 صفحة تفرق معكم ساعات. المهم بعد ما انت تبلش تقرأ بهذا الاسلوب اللي عم بحكي لكم عليه، دماغك هو الحول رح ياخذ هاي الكلمات ويعيد تنسيقها وترتيبها في دماغه. حتى انت لو حتى ممكن انك تقول انا قرأت وما فهمت، انا واثق انكم رح تقولوا انا بلشت مثل ما انت عملت وصرنا نعمل وقدرنا نوصل للدقيقة بس ولكن ما صرت افهم. لا تاكل هم بالبداية ما رح تفهم، لان مثل ما انت تمسك الدفتر هيك ما بتقرأ فيه، بالعكس بالبداية كنت بلاقي جدا صعوبة وبتقرأ بتهجي والحروف ما بتقدر تفهمها، بس ولكن كنت واثق معها بعد اول كتاب رح تصير تقدر تقرأ وتفهم كأنك عم تقرأ سطر سطر وماسك عم تقرأ كلمة كلمة. تخيل صديقي كلمة كلمة. مع التدريب ان شاء الله رح تقدروا توصلوا مثل ما عم بقولكم انكم تقروا سطرين مع بعض. وطبعا حتى لو بالبداية انه ممكن لقيتوا حالكم شوي صعوبة او انه كذا، بس المهم انك تحاول انك تخلي عينك تمشي على سطرين سوا، تمام؟ حتى اذا ما قدرت مثل ما قلت لكم عينك اليمين على السطر الاول وعينك اليمين على عينك اليسار على السطر الثاني، حاول انك تقرا مثلا مثل يعني المشكلة كثير تركي انك تصير تقرا كلمتين كلمتين بشكل زقزاق حتى تقدر توصل نهاية السطر وترد ترجع سطرين 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 تمشي فيهم. هاي افضل طريقة واحسن طريقة لانك تقرأ بشكل سريع، وهيك رح تنجز كتب جدا كبيرة. طبعا بداية ما حتلاقي حالك انجزت كتير وما رح تفهم كتير، وممكن اول كتاب ما تفهم منه ولا كلمة، قلت لي انا ما فهمت، بس لا تاكل هم. لو ما فهمت دماغ سجل المعلومات اللي انت حطتها في راسك، حتى لو انت قرأتها بشكل غلط هو رح يعيد يعني انت الجملة وقت قرأتها ما قرأت الجملة هيك وبعدين رجعت على الجملة الثانية، انت قرأت الجملتين ركبت فوق بعضهم. بالبداية دماغك رح يلاقي في شوية صعوبات مثل ما انت قرأت بالعكس، بس بعدين حيصير يتعود دماغك على هالموضوع هذا ورح ينسق الجمل بشكل مستطيل وبشكل يكونوا صحيحات جدا صحيحات كلياتهم، وما رح تلاقي مشاكل جدا بالمستقبل ان شاء الله. يعني بس اول كتاب رح تلاقي فيه مشاكل وبعدين تاني ثالث كتاب رح تلاقي ايزي 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 تقرأ سطرين 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 على المرتاح، بس في معلومة جدا مهمة وكنت تغلط هذا الغلط. لما تقرأوا المصحف لا تشتغلوا بهي هذا الطريقة القراءة اللي عم بحكي لكم عنها لأنه حرام. أنا سألت عليها شيخ قال لي حرام هذا الحكي، لأن أنا فعلا أنا وقت صرت هون وصلت لدرجة إنه صرت أقرأ يعني أمسك أي شيء صرت أقرأ سطرين سطرين، فسواني مشكلة جدا كبيرة. وحتى مرة كنت ماسك المصحف وصرت أقرأ سطرين سطرين فيه، قام إجا الشيخ قلت له إنه هالحكي هذا إنه أنا عم بقرأ أنا متدرب على هالموضوع هذا عم بقرأ بسرعة جدا كبيرة، هل هذا انه يجوز انه اقرا هيك ولا ما بجوز ولا لا ما بجوز؟ ما بعرف على ذمة الراوي هيك قال لي، بس انا حسيت انه فيها طبعا في حرمانية لانه صرت انا عم بخربط بالترتيب الكلمات القران، وهو بس اساسا بس غيرت حروف محلها راح تدخل تخرج انت عن قراءة القران. فهي اهم شيء انا حبيت اوضح لكم اياها، لما تقراوا قران او حديث شريف او اي شيء حاولوا انكم تنسوا هاي قاعدة القراءة السريعة، تستخدموها بس بالكتب اللي هي كتب العادية أو القصص أو الروايات أو الكتب المدرسية أو أي شيء ما له علاقة بشيء ديني أو شيء تحسوا أنه حساس مرسوم بشكل مثل ما يقول بالمسطرة، فلا تستخدموا هذه القاعدة. كونوا على ثقة، كونوا على ثقة تامة. إذا اشتغلتوا على هذا الحكي عم بحكي لكم عليه ما راح تشوفوا الفيديو الجاي تبعي، لأني بعرف إنه ما راح تفضوا أساسا، راح تكونوا عم تقرأوا كتب. وبالتوفيق لكم كلياتكم جميعا لكل مشاهديني، وشكرا لحسن المتابعة وبعتذر على الإطالة هي، بس حبيت نوصل الفكرة بشكل صحيح وأوصل لكم إياها دون يعني حتى ما يصير في مشاكل أو لبخ أو تحس حالك إنك مالك فهمان في نهاية الفيديو. حتى لو ما فهمت أي شيء ممكن تكتبلي تحت التعليقات، أنا ممكن أنزل لكم بالمستقبل فيديو تاني أوضح بعض الأفكار اللي ممكن منكم اللي ما فهمها أو بعض الأشياء اللي ما فهمتوها، ممكن أعيد لكم هذا التدريب، ممكن حتى أدور لكم بين الكتب بلكي أحول أو أدور لكم اسم الكاتب أو الكتاب هذا، وإن شاء الله أنا بلاقي لكم هذا الكتاب وأحط لكم إياه، بس ما بعطيكم واحد قطع إنه أحط لكم إياه لأني ما بعرف شو كان اسمه، بس رح أحاول أدور لكم عليه وأحط لكم إياه تحت بصندوق الوصف
حتى اذا انتم مثلا تريدوا تعيدوا قراءه هذا الكتاب تفهموا طريقه القراءه السريعه. طبعا انا اختصرت لكم اياها بشكل جدا كبير، اعطيتكم الزبده طريقه القراءه، لان هو يحتاج الموضوع لتدريب ووقت، بس بنفس الوقت لما انت تضيع وقت لانك تتدرب هتوفر وقت مقابله كتير. وبس بكون وصلنا لنهايه الفيديو، لا تنسى تعمل اللايك والاشتراك تدعمني وتشارك هذا الفيديو لاصدقائك اللي حابب يقرا او حابب يشارك، تعطيه نصيحه اقول له تعال تفضل، واذا ما بتشوف حاب تشوف فيديوهات الالعاب لا تنسى كل يوم جمعه بجد راح اعطيكم معلومه جدا مهمه بحياتكم وراح تفيدكم جدا جدا جدا. والفيديوهات الجايه جوز احكي لكم عن التسويق، جوز احكي لكم عن الاقتصاد، جوز احكي لكم عن شغلات جدا 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 راح تتفاجئوا جدا فيها. وبس يكون هون خلص الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.